الأشجار، وآخرها كان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت 10 من المواطنين الذين حاولوا على دفعتين انتشال شهيد واحد في منطقة المناطق الشمالية من رفح. تقدم 6 من أفراد أو من أقارب هذا الشهيد، عند وصولهم إلى جثمان الشهيد انتشلوا الجثمان وصاروا به على دراجة نارية تسمى بين هلالين توك توك، صارت 300 متر تقريبا، قصفت المركبة، استشهد 6 من الذين انتشلوا الشهيد، ليبقى 7 من الشهداء على الأرض. ثم تقدم 3 من المواطنين لانتشال هؤلاء الشهداء جميعا، ليتحولوا جميعا 10 إلى شهداء، وبدأت عمليات القصف الجوي والمدفعي على كل مناطق خان يونس، تحديدا على حي الكتيبة، السطر الغربي، شارع 5، محيط منطقة المحطة، ومنطقة مستشفى السلام، وعدد من القذائف التي سقطت عند دوار أبو حميد. هذا المركز، المركز المدينة، تعرض إلى سلسلة من عمليات القصف الجوي والمدفعي، بالإضافة إلى منطقة الزنة وبني سهيلة، ليصل أعداد الشهداء إلى أكثر من 50 شهيدا. إذا وصل 4 شهداء الآن إلى مجمع ناصر الطبي، يكون هناك 54 شهيدا، هي الحصيلة الإجمالية لما وصل إلى مجمع ناصر الطبي من عند الساعة 2 فجرا وحتى هذه الساعة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني، الإسعافات، ذوي المفقودين للبحث عن أبنائهم الذين فقدوا في منطقة حمد. لكن رغم الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الجزئي من منطقة حمد، لكن هذه المنطقة لا زالت خطرة. الآليات الإسرائيلية المتمركزة عند آخر شارع 5 على طريق صلاح الدين ومنطقة المحطة تقوم بعمليات إطلاق نار والقذائف باتجاه المنطقة الغربية، وبالتالي هناك مخاطر شديدة وكبيرة من تحرك المواطنين في هذه المنطقة. حاول في ساعات الصباح عدد من المواطنين التقدم إلى منطقة حمد، قصفوا وتحولوا إلى شهداء، لكن بعد ساعات تمكن عدد من المواطنين الوصول إلى محيط أبراج حمد، لكن الوضع هناك خطير وصعب جدا. هذه صورة الأوضاع حتى اللحظة في خان يونس، مع استمرار الغارات وعمليات القصف الجوي والمدفعي الذي يولد أو يخلف المزيد من الشهداء والجرحى.